وبركاته جل لكم اليوم مقطع حريقة حريقة حريقة. طبعا تحدي اليوم رح يكون تحدي جدا اسطوري وتحدي لذيذ، لانه هنا عندنا 50 قطعة ستريبس حراق من دجاج كنتاكي الاسطوري مع ايش يعني مع البطاطس الحارة جدا 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 من بهارات الكنتاكية. وكمان عندنا صوص الجبن، هذا صوص الله. الحلقة هذه يا شباب رح تكون شيء فاتن فاتن يا انيس، وانا ماني قادر استحمل يا عيال. شايفين انتم الشكل؟ والله الصوص الجبن هذا يا اخي. انا اسمع اسمع يا شباب، انا بخليكم الحين بسمعهم الصوت هم يحكوا. سمعهم سمعهم عزيز. واو واو واو. شوف 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 يا شباب كيف عندي هنا قطعة. زي ما انتم شايفين. بسم الله. اسمع اسمع الصوت. واو واو واو. شباب شيكولي البطاطس الحارة. عبيها صوص جبن. يا صوص الباربيكيو صوص، صوص الباربيكيو صوص. شايفين؟ اوه نيسو، في هذا المقطع في شيء مميز للسفاحين الاساطير الاقوياء. اول شيء لازم تشتركوا في القناه، تحطوا لايكات يا شباب، عشان لازم نوصل 25000 لايك في اول يوم. فاول ما نوصل 25000 لايك راح يكون في سحب على 5 متفائزين، كل واحد 100 دولار. واو زي كذا يا شباب، احنا في رمضان لازم ندلعكم وانتم تدلعونا وبس يا عيال. الاكل يا اخي انيسو، التحدي هذا والله ماني عارف كيف اقاوم يا اخي. ايش معنى في قطع صغيره وفي قطع كبيره يا اخي؟ المفروض تكون كلها كبيره صح حبيبي؟ الدجاج مو نفس المقاس. خصوصا الجبن عندهم شيء خيالي 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 يا اخوان. بعد شويه انيسو انا عندي مفاجاه للمتابعين، حنستعمل فيها صوص جبن، حتكون شيء اوف يا اخي. التحدي هذا كم سعره حراري؟ ما ادري كم. لا لا وين اتوقع التحدي حول 15000. هنا المهم بنكتب لكم هنا العدد الصحيح. انا جبت بين 10000 و 15000. ايه بالضبط. والله يا انيسو ان شاء الله ان شاء الله لازم نفتح مطعم انا وانت. ربي يا شباب لو فتحنا مطعم ان شاء الله يا اخي حيكون في قسم خاص للتحديات فقط. في هنا عندك تحدي لك تاخذه ببلاش اذا فزت في التحدي، ولك مسابق مثلا كذا يخش 5 الفايز مثلا ايفون 12 برو زي كذا يا اخي. يكون في اشياء جدا اسطوريه. ترى عندك صوص كاتشب ترى في الزوايا، من عندنا المشروب الناري حقنا انا وانيسو. لازم لازم يا شباب، احنا غيرنا كنا بيبسي دايت وزي كذا، بس يعني كنسلنا حولنا على المويه، قلنا انها ايش اكثر ايش اكثر افاده اكثر افاده بالضبط. والله يا شباب التحدي من جد لا يقاوم لا يقاوم، يعني جدا جدا لذيذ. هاي زين شرايك اخي؟ فوق اني ماني مريض وزي كذا، بس انت اول ما قلت لي انه التحدي عندنا تحدي كنتاكي قلت لك ايش كنتاكي انيسو، قلت لي ستريبس، قلت لك على طول انا جاي بصور معاك. عيال اللي ما يعرف لذه ستريبس، ترى انا من عشاق ستريبس، حتى كم سوينا تحدي ستريبس كثير كثير يا شباب. هاي زيدو ها ايش فيك؟ يلا كل بسرعه يلا لما نخلص. والله التحدي والله التحدي خدرني. فهنا شباب وعدناكم بالبدايه انه بنجيب لكم شيء راح نستعمله مع صوص الجبن. ايش ذا؟ هذه دونات. طب ليش جاب الدونات؟ الحين بوريك. شايفين هنا عندنا دونات عاديه تجيك بالسكر. فالحين اول شيء ذا فيرست فول. شو انت تحب تسوي زي كذا حبيبي؟ مالك صراحه، ترى كل الناس تمدح الحركه ذي، ايش معنى الناس كلها تسوي الا انا؟ اوه شايف حطينا الحين قطعتين ستريبس، بعدين راح نجيب صوص جبن، نحط طنش جبن، لازم نحط كثير جبن شباب، لازم نحطه كثير. واو واو اوه 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 والله من جد واو. خذوا سكرين شوت وارسلوه على حسابي في الانستغرام هنا يمين، ضيفوني ها. بسم الله كيف تاكلها ذي الحين؟ الحين اوريك. واو كيف؟ حلوه ولا لا؟ حلوه حلوه، يعني الناس اللي يحبوا ذيك الاشياء الصلصه صويا وزي كذا، والاكل الجاوي اللي يكون فيه يكون مالح وحلو عرفت كيف؟ ايوه حالي ومالح، فاتوقع انه هذا الشيء بيعجبكم. واو والله شباب باقي لسه الان كميه كبيره شويه. واو البطاطس اللي هنا يا شباب والله ما ادري كيف بخلصها انا. والله زين شوف هذه قطعه كانها وجز كانها بطاطس. شباب كيف التحدي معاكم؟ الله التحدي الحمد لله صراحه هو عشان لذيذ. أيوة. اذا كان التحدي لذيذ بيسهل كثير انه تخلص التحدي. طيب أسمع. كم عدد السعرات في هذا التحدي؟ قلنا لك اتوقع 12000 12000 10000 11 12 13. لا ما يصير كذا، لازم انت قبل ما تسوي التحدي اصلا تكون عارف كم سعرات. شباب انتم عارفين صوص الثوم عند كنتاكي، انا صراحه انتم عارفين دائما
انتوا عارفين دم تقييماتي انا كلها صريحه وما يعني ما اجامل اي مطعم ولا اجامل اي شيء، لكن صوص الثوم حق عند كنتاكي يعني لو بتقارن مع صوص الثوم عند البيت والله من جد يا اخي هذا بالعكس المفروض كنتاكي شوف هذا يغيروا نفسهم يعني، يعني مو انا بس والله جميع يعني البيئه اللي فيها انا كل ما احب صوص الثوم عند كنتاكي. وهذا في النهايه شباب رايي انا الشخصي تمام. وش هذا يا نيسو؟ الحين في بطاطس كذا لونها اسود عليها صوص كوري. بهارات هذه ايوه يعني ايش يعني ايش بتخيل مثلا ايش باربيكيو او شيء زي كذا؟ لا لا انت عارف اللون هناك مو باربيكيو. لا تقتل المتعه خليه يسولف مالك دخل انا اتكلم كذا ايش عندك يا عيال؟ شايفين ذا؟ لا لو اكلته الله يعينك بعد التحدي. شباب سؤال الحلقة اليوم يقول لكم ايش اكثر اكلة تحبوها في المطاعم؟ يعني مو اكثر مطعم انتم بتحبوه، اكثر اكلة. يعني مثلا انا احب الدجاج، والله مثلا في ناس تحب خلاص يا خلاص خليه يتكلم، ولا في ناس مثلا تحب البرجر بشكل عام يحب البرجر يعني يفضل عن كل الوجبات. انت ايش يعني تحب اكثر شيء؟ احب بابا ماما. ويا شباب هسه اني دائما يعني اسال انيسو لانه هو دائما يقول لي يا زيزو انا رايد افتح مطعم، فقلت له ايش يعني التخصص اللي انت ناوي تفتح فيه مطعم؟ فايش هو التخصص يا انيسو؟ يعني اتمنى تجاوبنا بعده لهجات يعني مو لهجه واحده. انا دايما التخصص الاول بيكون يعني هذا الاقتراح الاول كذا زول يعني كلمني وقال لي قال لي شو بدك تعمل؟ قلت له لك خيي ما بدي اعمل اشي. الله شكلك غبي. خيي ما بدي اعمل اشي، انا بدي بس اعمل تبولة كفتة وبعمل يعني بناكل عيشة يعني. شباب شو ما حكلك هالظلم يعني ما بدنا ما بدناش نعمل اشي. لا لا اقلب اقلب جزائر يلا يلا روح شكون يا اخو ما نعرفش شو ندير. I as I told you I don't know how to do it so what can I talk to the hospital اسكت. ف يعني المهم يعني خلاصه الموضوع انيسو كان بدون ازعاج لو سمحت يعني انيسو كان يا فخلاصه المقطع ايش قصدي فخلاصه السؤال والله شوف قلت يعني المهم يا اخي شباب خلاصه الموضوع خلاصة الفيديو انه يعني لا تتابعوا التافهين لا تتابعوا التافهين ابدا يا شباب يعني اللي مسوي زي كذا طبعا اللي يطلع تافه بس طيب انت تدافع طيب قاعد تمزح يعني معي ولا ما قالوا لك اني عصبي ما اضحك جايز اي لايك فريش فرايز ود هوت سيزنينج It's so so delicious. I like it. Yeah, so. As I mentioned that this the spices over here, small little potatoes is like paprika and red pepper. This nuts is potatoes. This is fries. Ah, this is fresh fries. Okay. Fries, not fresh. Not fresh fries. Not fresh. وبكذا يا شباب كنا خلصنا التحدي وفنشناه وشطبناه ايش بك انت مطلع عندك دقي معذرات يعني المهم يا شباب كذا خلصنا التحدي يا شباب والله تعبنا في التحدي لا تنسوا تحطوا لايك وتوصلوا وتكتبوا التحدي لكم الجايه ويلا لازم 25 لايك